خايف انه كلمه تطلع منه خطا او تجده يعني فيه ارتباك. صحيح. بعد ما يبدا المجلس 5 دقائق 10 دقائق الا هو مندمج معنا وصاير يبدع وصار قال والله انا داخل عليكم وانا فيني خوف، لكن لما شفت بدايه المجلس ارتحت وقدرت ابدع. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومجالستكم يا الكرام. طول عمرك. طيب ابو صالح كان مأخرنا قصة طويلة. لا الحين نبي نقصرها. لا نبيها طويلة. تبغى طويلة بكيف؟ ها؟ لا هذه متوسطة. ما على كريم انتشرت. تفضل. اللي يجيبوا صالح ما يجيبوا صالح الا زين. اتفقنا جزاكم الله خير. يلا بسم الله. على الوسطى. يلا على الوسطى. فيها نوع من الطرفة. يا سلام يا سلام. يقولون احدى الدول اللي برا، الحمد لله العوائد طبعا تختلف. لكن بعض العوائد الحقيقة انها تخالف الشرع. يقولون في دولة خارجية يقولون يقول الحرمة هي اللي تجمع المهر، وهي اللي تخطب الرجال تملك عليه، وهي اللي تدفع المهر، وهي اللي تدفع المهر. يا سلام. وبالخير وين؟ لا منها زعل الطلز. هي الطلاق بيدها، ما هو بيد الرجال. هذا علم عدوك. أقول لك يعني فيها نوع من الطرفة. سلمت. يقولون فيه حرمة، يقول فيها حرمة ورجال، يقول دفعت المهر وتملكت عليه، وهو به كرم هذا الرجل، كرم حاطين لهم مشروع، والمشروع هذا مثلا للضياف البلد على طول، هم بوجه البلد وما جاء ضيف ولا جاي زائر ولا شيء يكرمونه هذه الحرمة وهذا الرجل. يقول طبعا هي اللي تملكت عليه وهي اللي جابت المهر وهي اللي متكلفة مثل تكلف الرجل على الحرمة. صحيح. يقول كانوا مستمرين وعرف هذا المشروع، يعني اللي بيجي زين البلد على طول أول ما يجي وين؟ بضيافة هذا البلد عند هذه الحرمة وهذا الرجل، يقدمون له كل شيء، إلى الذبائح، إلى العلم الطيب، إلى طبعا هي دولة خارجية، ولكن دلهم الله على هذه الضيافة الطيبة. يقول جاء يوم من الأيام، يقول دخل بينهم واحد من برا وجاء الحرمة وقال والله هذا عذبت وغربلت وغربيل وشراج الطل زينه وبخت، أنا على طول تملكين علي وتجمعي مهرت وأنا بعافيت عن المهر، وعلى كل حال الشاني بيت. المهم اليوم الأول واليوم الثاني قالت أنت كريم، قالوا أنا أكرم منه ما يحتاج أبد اطلبي وتلقى الفعل الطيب. يقول بل الكلام ذا، يقول تكذب رجالها الأول، يقول له والله إن الرجال طيب ويرحب ويشتغل بيده ويجيب ويودي. قالت يا فلان ما الله كتب لهم عيال ولا شيء، يا أبو فلان ترى يبطل رزق. قال عقبي لا تكفين يا، قالت أبدا أنا رحب باللهجة ذي عقبي. إيه عقبي تبطل زيني يا، قالت أبدا أنت ما جزت لي، فيه رجالنا أطيب منك. يا سلام. فيه هي تقول فيه رجالنا أطيب منك. لخبطت يا أبو عبد العزيز. أسلم أسلم. أبوها أبو عبد العزيز الله يسلم. قالت فيه رجالنا أطيب منك وأكرم منك. يا سلام. وخطبته وحلنا بطل لك. وأخر مني. أيوه. الله يسعدكم. لا تضيعون السالفة. ترى هو متوسطة. أسلم. يقول قال لا تكفين عقبي، لا تكفين طلتين. قالت لا بدبت. قامت وطلقته. يلا دخيلك. يلا. الحلال حلاله والبيت بيتها. هي تعبانة عليه والمهر من عندها وكل شيء ما جايه بيجي على تتكلم. طلع الرجال يقولوا على وجهه، يقول جاك الحرامي ذا اللي خبب المرح على زوجها، يقول على طول يقول تملكت عليه وعفتها من المهر، عافاها من المهر. يقول دخلت، يقول دخل الرجال عليها، يقول واستمر معها. يقول جو وين الزوار؟ يقول هذا المحل المشروع الطيب ذا. يقول طقوا الباب لقوه مسكر من اول الباب ما سكر. يقول المهم جو الزوار، وين ارعى البيت؟ وين الكرمه؟ وين؟ قالت طلقناه. تقول هي لكن هذا بداله، هذا طيب منه. قال ابد وسكر الباب ولا يدخل علينا ولا واحد. يا رجل يا انت تقول اكرم من الاول، وش رايك؟ امش توكل على الله دخل الرجال. قال ابد ولا يدخل علينا ولا واحد. قالت تبني علمك تقول اكرم من فلان؟ لا والله فلان ما فيها اكرم منه، والله لا طلزك وطلزه بالثلاث.
يعني على الفور على طول طلقته. يوم انها طلقته قالت والله انا ابي فلان، وش رايك؟ جاك الوقت تبي ترجع على رفيجها الاول، ترجع على رفيجها الاول هذا كريم. قال قالت وش رايك؟ انا ابي الاول، ابي خطبه وباخذه. قال روح للحاكم، الحاكم موجود منهم قريب. جاءها وقال انت اللي طلقتي زوجك؟ قالت الله الله طلقناه لكن ما اعطيتها الثلاث. قال اجل حاقنا الرجوع، قال حاقنا الرجوع لكن الرجال ما هو راجن عليه الا بشروط. وش الشروط؟ قال الشروط نص مالس، هو ما عنده شيء، هو ما عنده شيء، ولي تتعب ورعيت البيت والمهر كل ابوه من عنده. المهم قالت لو انه يبي المال كل ابوه، انا ابيه ما يحتاج. قال لا يكفي نص المال. راح الرجال وتوسط له عندها وخطبت وتملكت عليه ودخلت عنده. المهم الرجال رجع، ويوم منه رجع له والله انه ارجع على كرم الاول، والكرم يا اخواني ترى طيب ولا فيه خلاف، والحمد لله على سلامتنا يا اخواني، والحمد لله على حكم الشرع، وهذا دين الله ما حد ينكر منه شيء. لكن الناس البعيد تراهم يختلفون. المراه هي اللي تملس على الرجل وتدفع على المهر. بعض الناس وبعض الشباب يقول والله انها زينه ذي اللي ما عنده شيء، وهذا لا، سنه الله في ارضه. فانتم يا الشباب تقدموا وعينوا خير، واحسن قدم قدم يبدا لك نجم. وتزوجوا يا شبابنا، ترى بنات ميسور من القصور، وشدوا حالكم الامور متيسره. واهل المهر الكثير تراهم يا اخواني تراهم ما يسعدون بالحال. انا يعلمني واحد يقول والله انا اللي سدد المهر، والله ان عيالي شهر مهر، المهر مهر ام العيال، والله ان عقب ما توظف العيال انهم اللي يسددون. سلام الجميع، طولت عليكم، وهذه متوسطه هذه. بيض الله وجهك. والله بالنسبه لحل كرم يا ابو عمس ابو صالح طيب من يسمع، فهو ما يجي تصنع، هو ركيزه في حياته، ركيزه ما يتصنع. لو انه من الكفار سبحان الله، شفت شلون. اما يوم تقول يدفع المهر، أنا تعسكرت في زمن قديم، أول ما تعسكرت في العسكرية معنا واحد من جار مسلمين من خيانة. يوم اللي أنا وياه في غرفة واحدة، يبدي ذاك اليوم لو والله أن الرجال ما هو على بعضه، لو والله إيه مهموم ولا مقطرة دمعته. الله أكو شبلاك يا فلان، هذا الكرم وش لا بتشك